تستمر المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ أكثر من أسبوعين في القدس بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح. وفي أحدث أعمال العنف أصيب أكثر من 90 شخصاً بجروح في الصدامات التي اندلعت السبت بمحيط البلدة القديمة في القدس الشرقية بحسب مصادر طبية فلسطينية. الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن الغالبية العظمى من هؤلاء الجرحى أصيبوا بعيرة مطاطية أو بشظايا قنابل صوتية، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص المطاطية والقنابل الصوتية وخراطيم المياه الأسنة لتفريق المتظاهرين. بالمقابل رشق قسم من المتظاهرين قوات الأمن الإسرائيلية بالحجارة وبمقذوفات أخرى، مما أسفر بحسب الشرطة عن إصابة أحد عناصرها بجروح في رأسه. ومع تصاعد المواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، اكتظت باحة المسجد الأقصى بعشرات آلاف الفلسطينيين الذين أدوا الصلاة فيها بمناسبة ليلة القدر. بموازاة ذلك، أطلق مسلحون فلسطينيون ليلة السبت صاروخاً من قطاع غزة باتجاه إسرائيل التي ردت على هذا القصف باستهداف مواقع الحركة حماس شرقي دير البلح وسط القطاع، ما ألحق أضراراً بممتلكات السكان المجاورة. ويأتي هذا في وقت دعت فيه حماس الفلسطينيين إلى البقاء في المسجد الأقصى حتى صباح الخميس مع انتهاء شهر رمضان، وهددت بشن هجمات ضد إسرائيل إذا ما صادقت المحكمة العليا الاثنين على قرار إخلاء منازل في حي الشيخ جراح من سكانها الفلسطينيين.